أكثر من 60% من احتياجات المياه لعموم سكان الجزائر بداية من العام 2025 للميلاد سوف يوفرها السطوع الشمسي المركز الذي تتميز به سماء الجزائر على مدار السنة، وبخاصة فوق مناطق الصحراء الجزائرية المترامية الأطراف. ليس هذا ما تم الإعلان عنه وكفى، بل والبدء بتنفيذه فعليا على أرض الواقع. فكيف صارت أشعة شمس الجزائر أمل الجزائريين في تحقيق الأمن المائي وتفادي ظاهرة شح المياه التي تهدد كثير من دول العالم؟ تابع للنهاية لمعرفة تفاصيل مهمة. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. في إطار البرنامج التكميلي للمياه، وهو مشروع مرحلي استراتيجي أطلقته الحكومة الجزائرية ويستهدف تأمين احتياجات الجزائريين من المياه، تدخل الطاقة الشمسية لأول مرة كبنية رئيسية يعول عليها في تشغيل محطات تحلية مياه الشرب. وفي حوارية معه أشار السيد محمد بوطبة المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطاقة إلى أن الجزائر تنطلق مع إطلالة العام 2025 للميلاد بتشييد 6 محطات جديدة قدرتها الإنتاجية اليومية نحو 1.8 مليون متر مكعب. ومن المزمع الاستمرار في إقامة مثل هذه المحطات حتى العام 2028 للميلاد لرفع القدرة الإنتاجية للجزائر إلى 5.4 مليون متر مكعب يوميا، ومن ثم تفادي مخاطر أي تهديدات مستقبلية لنقص المياه. جدير بالإشارة أن هذا الاتجاه الجزائري نحو الاعتماد على طاقة أشعة الشمس لإنتاج المياه المحلاة سوف يحقق العديد من الفوائد التي تخدم المواطن والاقتصاد الجزائري في آن واحد. وفي نقاط مختصرة نضرب الأمثال ففيها الدليل والبرهان. أولاً، الاقتصاد وعدم استنزاف المخزون الاستراتيجي من الوقود الأحفوري والمتمثل في النفط والغاز، ومن ثم الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من احتياطيات هذه الثروة الأرضية الناضبة. ثانيا، الاستفادة من طاقة متجددة متوفرة في صحراء الجزائر الكبرى، حيث معدل السطوع الشمسي الأقوى على مدار السنة. إنها طاقة رخيصة الثمن تعطي بلا حدود ودون نفاذ. ثالثا، اعتماد الطاقة الشمسية المستدامة والتوسع في استخدامها يساهم بشكل كبير في حماية البيئة ونظافتها من تداعيات المخلفات الكربونية التي يتركها الوقود الأحفوري في الجو. رابعا، تحقيق الأمن المائي في زمن الفقر المائي الذي يضرب كثير من مناطق العالم حاليا، خاصة في ظل توقعات بارتفاع احتياجات البلاد من المياه إلى 12.9 مليار متر مكعب بحلول العام 2030 للميلاد نتيجة زيادة التعداد السكاني المرجح أن يصل إلى 50 مليون نسمة وفق دراسة أعدتها وزارة الموارد المائية. خامساً، توفير عملة صعبة كانت مستنزفة في المحروقات التقليدية، ومن ثم تقليص التضخم ودعم الاقتصاد الوطني الجزائري. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.